السلام عليكم. اليوم غنوجدوا وصفه الكريب بطريقه سهله. اللي غنحتاجوا ليها في المقادير: نص لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب، 4 ديال البيضات، 4 المعالق ديال السكر حبيبات فاني، و 200 غرام ديال الدقيق الابيض. غناخذوا الحليب يكون بارد. الى بغينا ننجحوا وصفه الكريب خاص يكون الحليب ديجا كان في الثلاجه، نجبدوه وناخذوه بارد ونخدموا به. غنزيدوا عليه 4 البيضات انا كنطحنوا غير بالميكسور. دابا غنزيد سنيده، غندير مع واحد القرصه ديال الملح باش تحيد من السكريه، ولا فاني نقدروا نديروا قطشه ديال الحامض ولا الليمون، ونخلط. دابا غنغربلو الدقيق. ديما يا اما الحلويات ولا الفطائر ولا اي حاجه خصنا نغربلو الدقيق باش ما تكتلش لينا مع الحليب ولا مع السوائل، وكيكون اي حاجه كنستعملوها فيها الدقيق مغربل تتكون خفيفه. دابا غنزيد 50 غرام ديال الزبده، تكون دايبه زبده لا بريري ولا زبده عاديه، ونخليها. نغطيو الخليط ديالنا ونخليه يرتاح في الثلاجه على الاقل واحد 30 دقيقه حتى ساعه باش يكون عندنا كريب ناجح ان شاء الله. الخليط ديالنا ونحاولوا ندورو على كاع المقله تكون طابت الحال ما تلصقش، بلا زيت بلا زبده، اصلا هو فيه الزبده ما نزيدوش الزيت معاه، نخليوها حتى يتشمع لينا، يعني ينشف لينا الكريم من الفوق، عاد باش نقلبوا للجهه الاخرى باش يتحمر من الجهه الاخرى. ها هو الكريب ديالنا، الشيكي كيجي زوين محمر بزاف.